اي مكان نقابلك ها ونحكي عن مشاكلك. الليله نحن جينا، الليله نحن جينا في القريه والمدينه، في مدني او في حلفة، في بورسودان شندي وعطبر الحنينه. الليله نحن جينا، الليله نحن جينا كفايت لخدارك، وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع، في الحله والمزارع، في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك. الليله نحن جينا، الليله نحن جينا في القريه والمدينه، في مدني او في حلفه، في بورسودان وشندي وعطبر الحنينه. الليله نحن جينا، الليله نحن جينا كدقلي والابيض، نياله والجنينه. الليله نحن جينا، جينا جينا جينا، الليله نحن جينا، جينا 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 كان فايد لي غدارك. الليلة نحن جينا وكان فتحت بابك. الليلة نحن جينا تلقانا في الشوارع. الليلة نحن جينا في الحلة والمزارع. الليلة نحن جينا في أي مكان نقابلك. الليلة نحن جينا ونحكي عن مشاكلك. الليلة نحن جينا، جينا جينا، الليلة نحن جينا، أجينا جينا جينا، وجينا جينا جينا. هي يوم الراجل ده ليوم الليله ما جاء يتاخر ماله يا ربي يا سيدي. اوعى يكون الراجل ده صرف الماهيه ومشى بهناك عشان يجيب لنا الخروف بتاع العيد. والله العظيم الدور ده كان جاب خروف زي خروف السنه اللي فاتت دي، امانه ما وقعت سودة. خروف السنه اللي فاتت كان يا يوم جيلت كده على عظم ما فيه شيء، فضحني كده قدام جيراني وحباني، والعجب خاطي علويه حتى على ودينا على الشمشار كدي. جات قامت قالت لي هيا ناهد جابوا لكم خروفكم يا بنت امي. قلت لها جابوا لنا يا حبيبتي. وينه؟ قلت لها مربوط هناك في الزقاق. قالت لي كده مش هشوف خروفكم يا اختي. مشت طق 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 شافت الخروف وجات. هيا ناهد خروف شنو يا بنت امي ده؟ وحاط الله بري ما شايفه لي خروف. خروفكم ده الا تجيبوا لكم عدسه قدر كدي شوفوا بيه. وفضحتني يا يما في الحلة وفي الجيران وفي الحبان. عشان كده أنا الدور ده مصرة إنه لازم يجيب لي خروف مالي مركزه كده له عضلات كده، ما أي خروف. الله يجيبك يا دراجل، الله يجيبك يا دراجل. وينه ما بعرفه. البرنامج شنو؟ أهلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هيا يا ود أمي صرفت الماهية؟ أي صرفتها الحمد والشكر لك يا الله. اه يلا خروف العيد اخباره كيفنا؟ ها خروف العيد اي والله متذكره. ما انا عارفك متذكره. ما كذا يلا بعدين قمنا نشوف خروف العيد يا ود امي. خلاص الايام قاربت بعده. اي انا ما صرفت الماهيه ودفعت قروش الايجار. ايجار؟ اي ايجار شنو يا اخويا تدفع قروشه؟ انا ما قلت لك الايجار ده خليه لبعدينك. الايجار خليه لبعدين كيف؟ سيد البيت ده ذاته ما بكون محتاج، داري اشتري الخروف. اقول له يا اخي ما عندنا قروش انا يشوفني انا اشتريت الخروف. يقول له يا اخي انت حق الايجار ما دابعه، الخروف لك شنو كمان؟ ما لكن كمان احنا دارين نشتري لنا خروف ماني مركز الدور ده. كلمتك من الدور اللي فات. ما خلاص باقي القريشات الفضل عندنا نمشي نشتري نشوف لنا خروف كذا يعني على قدر حالنا كذا يعني. سمعها ها هل فضل لك كم الساعه؟ والله بالضبط 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 كده كل اللي معاي 500 جنيه. 500 جنيه بس؟ لا حول الله يا اخي. 500 جنيه دي بتجيب لها عليك الله خروف هسه؟ ده معناه زي خروف السنه اللي فاتت. ما هنا الفضل انا عاد اجيب قروش من وين اخوانا؟ وخلاص يا اخوي اقول لك حاجه، خلاص انا جاهزه ولابسه وراجعك. بعد ده امرقاكا نمشي على الزريبه نجيب الخروف حقنا. امرقاكا يا نمره؟ انت ما طرتش فوق راسك ده؟ ليه؟ في مره بتشتري لها خروف؟ ما بشتري تشتري لها خروف ماله؟ لا 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 ما شفناه قبل كده اصلا ما عندنا. بتين ده؟ مرة بتشتري خروف الراجل قاعد انا اسوي شنو؟ يا اخوي انت تسوي شواتك الكف. الدور اللي فات جبته لنا جلد على عظم. الدور ده انا لازم امشي معاك الزريبه وعيانا بيانا كذي اشوف الخروف بتاعي ده وين. اشوف الخروف بتاعي؟ اي انت الخروف ده دايره ضحيه ولا دايره حاجه ثانيه؟ يا هو دايره ضحيه دايره شو ثاني؟ اهم دايره تسويه وتفش خربيه وتسوي بيه. انا ما عندي كلام زي ده، انا بس القروش اللي عندي بجيب بها بس الخروف وخلاص. وكمان اقول لك حاجه ما بتمشي براك، ما بتمشي براك اصلا. شفتها؟ تجيب لها خروف؟ اول مره انا امشي معاكم، هذا اول مره. يا اخواننا بالراحه بالراحة. هاي على غلط تعال شوف لك بالراحة. صوتكم مسمع ليه سبع الشارع؟ انا ما شفت الا ما زال ما بدي اجيب اخلاقي هنا. بجيب لي اخلاقي هنا في الحتة دي. مالك فيش يا اخوانا ما تجوطوا مع انا جيت ماشي بهناك بالشارع الثاني سامع صوتكم في البيت قاعد انت كوركم. مالكم في شنو؟
ما قالت داري تمشي معي تشتري الخروف. تمشي معك وين؟ تمشي معي السوق قالت. لا 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 يا اسمع يا حسن يا اخوي، كل مره السنه اللي فاتت اقول لك حاجه، السنه اللي فاتت مش جاب لنا خروف ضعيف جدا جدا وما بيشبه الخرفان كله كله، عشان كده الدور ده انا قلت له ده امشي معاك الزريبه عشان اختار الخروف حقي، هو قال لي لا ما تمشي معي. لا لا كلام زي ده ليه؟ اي لا 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 اسمعوا يا اخواننا، زريبه بتاعت شنو وخروف بتاع شنو؟ انتوا كله عندكم كم ذاته؟ عندنا 500. عندكم 500 جنيه تجيبوا خروف بكم؟ وبعد ذاك دارين البصل والزيت والفحم والشمارات. هي يا اخوي البصل والزيت والتفاصيل الزايده دي سيد الدكان قاعد بنجور منه كده نجور، يبقى ان شاء الله حبيبي انت مالك اخوانا. ضحيه بدين، ضحيه بدين اخوانا. لا خلاص 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 انا بحل عليكم، بحل عليكم. عندنا هناك في المؤسسه جابوا لنا اعلان قدر ده خير يا اخوي، قربان بتاعت الضحيه بالوزن وبالكيلو ومقسمه مستويات ودرجات، واي فئه بتختلف من فئه. نمشي نشيل لك واحد بالاقساط تدفع لك زي 200 ولا 150 والباقي قسط على 6 شهور. الحقني يا اخي بالاقساط ده زي حالي منه كده بتاع الاقساط ده. الاقساط ليه يا اخوي؟ هو كفايه ما هي كلها مقسمه زي المرار، اقساط 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 اقساط. كويس نجي نجيب لنا كمان خروف باقساط ليه؟ ما عشان يكون عندكم مصاريف يا اخوان. يا اخوي المصاريف انت ما شغلتك بيها والله. وبعدين تعال نسالك يا اخوي، خرفانك المستويات دي شنو كده وافهمني. ما مقسمين هناك عندنا في النقابه قسموها مستوى اول ومستوى ثاني ومستوى ثالث، يعني تاخذ خروف على قدر لحافك واخواننا ولا شنو؟ تمر رجلك على قدر لحافك حسب ده السماء هاي فئويه واحد واثنين وثلاثه. عندكم خرفان في اي بي يعني؟ في اي بي هاي. وانت يا اخوي نحن شايفنا شنو؟ نحن زادنا في اي بي قايلنا يا اخوي ليك وعواليك ولا شنو يا اخوي؟ لا 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 يا اخوي العفو العفو العفو، والله ما قصدي لا ليك لا عواليك، لكن انا دار مصلحتكم، انتوا اللي بتشوفوا انا بعملوا معاكم يا اخواننا. حسن وناسي قاعدين. حسن هاي قلت لك هاي الخرفان اللي بالاقساط ديل هاي المرة دي فقر يا اخي، حرقت لي روحي يا اخي. ما عندكم نسوان بالاقساط؟ نسوان؟ وضع عليه. اسمع لا لا حط عضلك معانا اخرة المتمة دار تجيب لك مرة بالقصيد. امشي امشي لا كثير جيبون والله حزير حينا على الليل الخروف ده بهزر معاه والله. خلاص عاينوا انتوا ماشيين وين؟ ماشيين الزريبة عديل كديل. تمشي الزريبة يعني؟ اي اقول لك حاجة يا ناهد، انا من هنا من دربي ده امشي معاكم لحد الزريبة، وفي النهاية هتلفوا وتجوا لي كلامي، ما عندي مشكله. محمد زول صاحبي ويا اخو، ولا بنلف ولا بنمشي ونجي لكلامك. نمشي الزريبه ونشتري بال 500 دي خروف ونجي. امرقه قدامي راح يرجع لنا. امرقه امرقه قدامه ولا وراه؟ وراه. احنا مش قدامي يا اخي، ما انت مش ورا. امشي امشي ورا خش. انا ست الخروف ولا مش اشتريه؟ يلا راح. هذه حاجه عجيبه. اي راح راح كيف؟ راح كان راح راح راح. اي يا اخوي شوف ده خرفانه كيف هسه. مرحب مرحب مرحب. تفضلوا 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 تفضلوا. كيف الاحوال؟ تسلم. ان شاء الله طيبين. ان شاء الله المعرض يعجبكم. السلام عليكم. الله يخليك. كيف الاحوال؟ سلامات. كيف الاحوال؟ ان شاء الله طيبين. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. معرض مرحب بكم في معرض خرفان الضحيه. يا الله شفت الاسم ذاته يفتح النفس. أيوة. معرض خرفان الضحيه. هيا ود امي. والله يا اخي البترينات هي قدامك زي ما شايفه. عايزه اي خروف روحي من الجنب الثانيه في بترينات كبيره فيها الخرفان معروضه ان شاء الله. خرفان في البترينات. خرفان في البترينات. ايوه الله الله مشكله شنو؟ يا الله يا اخي يا اخي تاخذ الخرفان. لكن عليك الله شوف الخروف ده، ده ما خروف ستايل يا هو، ده الخروف المتميز اللي انا دايراه. كرافيتا ده في اي بي. لا 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 ده في 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 اي بي. لو سمحت لو سمحت يا استاذ يا اخي ما لا تلمس. لا تلمس. ما عندك لمس؟ لو سمحت لا تلمس لو سمحت. ايوه انا قلت بس اشوفه يعني. ما دارين نجسه. ها؟ قلت اشوفه. نجس شنو يا اخوي؟ الخروف. لا ده ما بيتجسس. ها؟ دي خرفان ديجيتال يا اخواننا، ديجيتال. بالله؟ اي. ديجيتال كيف يعني؟ يا اخو شوف. ايوه. خروفك ده تمام التمام. الله يخليك. انا داير لي خروف كده يكون مالي مركزه زي ده كده. وبعدين حاجة واحدة انه الصوت بتاعه ده يكون جهوري. صوت يعني أكتر من كده؟ أكتر من كده يكون عيني عيني الأستاذ ونشتغل. شوفي الأستاذ ده. أي كده شوفي الأستاذ صوته وشوف صوته. أه أه يا أخوي ده صامت ولا شنو يا أخوي ده؟ لك شايفة؟ لك كمان شوية كمان. شوف يعني احنا أقول لك كلام، خرفاننا دي من خيرة الخرفان. بعدين احنا مربينا بطريقة مخصوصة ها؟ يعني احنا يا اخواننا قلنا نفكر شويه في انه نتطور مع العالم ونترقى. ها الخروف ده مكلف. كيف يعني؟ يعني الخروف ده قاعد في جلسات
بالله. بتاع التدريب كبيرة جدا جدا. يا الله الخروف ده على مزاجك. نعمة التربية والله. طب ما انت خدته في الصاج. ايوه الخروف ده بكم؟ 850 والله. لا 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 دقيقة ما 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 قالوا ما بجيبها إلا نسوانا كده. إخوانا خلينا نتهاود مع شيء في السعر يا إخوانا. دقيقة أنا أسمع الخروف ده بكم يا قطة؟ الخروف ده والله يا أخي بدون أكسسوارز ولا فول أكسسوارز يا زول. هين احنا دايرين الخروف ما دايرين فول اكسسوارز. لا ما دايرين فول اكسسوارز. اهو الخروف ده هنده قدامك. اها قدامك يا استاذه. شوفيه. تفضل تفضل يا استاذ تفضل. تفضل يا استاذ. شوف الخروف ده يا زول. نهايكم نهايكم الخروف ده يا استاذ نهايه. يعني احنا مكلفنا 850 لكن تقديرا لوقفتكم دي شيلوا ال 50 برا. 800 يا زول ب 400 مركتوا. نعم 400 مركتوا ولا ما مركتوا؟ 400. 400 انت يا استاذ بتشتري كيف؟ 400 بس اديوها. 400 ما تزيدوا. لا انت متخيل انا بايع شنو؟ انا احسن لك. انا قلت لك بتاع الاقساط يا استاذ. ده خروف مكلف. مكلف ده خروف متعلم يا استاذ. على 400 بس. 400 بس يا ابن العم. ايوه نعم. احنا اصلا عندنا 500 نديك 400 وال100 دي نشتري بها الفحم والبصل والزيت. لا 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 400 ده مش بيع على البلدي غادي. بلدي. لا 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 بلدي. لا 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 بلدي. لا 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 بلدي. لا 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 عين انا ودي المهي ده صاحبي. اتفضل وداير مصلحته. اتفضل يديك ال 400 يشيله صاحبي. انا واقف معاه وسايق يا اخوانا. البني ادم ده ما بيفهم ولا شنو؟ ما بيفهم. قلت لك يا اخي ال 400 دي هناك في البلدي. البلدي البلدي يا اخي. دقيقة دقيقة عشان احنا جينا وانا يعني دار لي خروف زي ده كده يعني بيض وشي قدام الناس. يعني اسمع اقول لك حاجه واضحه كده وصريحه. نحن هنديك ال 500 دي وتقول مبروك يا اخوي. 500 في الخروف ده؟ اي 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 يا استاذ. لا, 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 لا تعالي شوف يا استاذ. باركة. تعالي شوف يا استاذ. عين عين الحواجب دي. عين الحواجب دي. عين العيون دي. حواجبه مقرونه. عين العيون دي. ها؟ عامل كده مزاز؟ يا استاذ ده خروف مكلف. 400 يا اخينا. نعم؟ 400 ما بنزيدك. انت يا استاذ عاوز تشتري؟ انت عاوز تشتري؟ اشتري شنو؟ انت عاوز تشتري خروف ولا حاجه؟ لا لا انا ما داري اشتري خروف. انا جاي مع الزول ده صاحبي جاي اساعدني. يعني يعني انت سبابي ساي ولا شنو؟ لا لا اصحابي. لا لا, لا ما تتكلم معي. أه؟ ما تتكلم معي لو سمحت. يا 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 استاذ. ايوه نعم يا استاذ. يعني يعني باركه يعني ما ممكن يعني يعني ترجعنا مكسور الخاطر كده. شيل ال 500 دي يا اخي وباركه. يعني الخروف ده انا عجبني بس 500 في ابكرافيتا. اي ابكرافيتا دي. ابكرافيتا ده ب 500. معلش يا استاذه والله معلش استاذ. ما. نعم استاذ. استاذ المعرض. استاذ المعرض. ايوه نعم. اخر حاجه. اخر حاجه. ايوه اخر حاجه. ايوه نعم. ونحن جاهزين. ايوه اخر حاجه. بكم والله يا استاذ؟ بكم دي؟ انا اديك الكتالوج. اجيب لك الكتالوج تشوف. لا 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 قروش. اديك الكتالوج تشوف الصور وتشوف الخرفان والارقام. لا احنا ما بسخ عجبنا ده. ها من الاخر كده. اي بيع وشراء بكم. اي والله يا اخواننا بكرافيت ده انا والله عزيز علي شديد. الكرافيتا ده يا اخواننا والله عزيز علي. يعني انا والله لحد 650 بديك له. 650؟ اي يا ابن العم اقول لك كلام. انا عندي اقتراح. ايوه نعم ايوه نعم. اقول لك كلام. تفضل. لو شلنا الكرافيتا بتدينا ليه بكم؟ لا 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 يا اخوي. هي كل شيء ولا الكرافيتا دي تمرق منه. اهم حاجه الكرافيتا دي من الخروف. سمع كلام ده ولا هي؟ اخواننا ده مميز. اخواننا يا محمد ويا ناهد خروف بكرافيتا وخروف في شنو يا اخي؟ ما تخلوا كل اخونا الفارغ ده يا اخواننا ومدوا رجلكم على قدر رعاكم. راح كنا مش اجيب لكم بالاقساط يا اخي. انا والله كان علينا اجيب بالاقساط. والله خروف بكرافيتا اجيب لكم بالاقساط. انا والله كان لقيته بس مشان الطايقه. كفاية اي يا اخواننا يا شباب يا اخواننا يا اساتذه. اي قلت لكم الخروف ده خروف ديجيتال. الخروف ده الكرافيتا دي بيلدين. الخروف الكرافيتا دي يعني يا استاذه منه فيه. انزعج انزعج انزعج. حصل له ازعاج من مشاكلكم الكثيره دي. انا نفسي معلش الدرجه الحساسيه بتاعته عاليه. معلش 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 معلش. اصبر 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 اصبر. تعال كويسه. تعال تعال يا اخوانا. انت شوف السوق. ها شوف السوق. وابتدي تقعد قول له خلاص احنا بنجيك نلف ونجيو. اي قول له احنا بنلف ونجيك نشوف السوق ونتنور. اي لكن يا محمد انا ما عجبني الخروف ده. خلاص نلف ونجيو ونشوف السوق يمكن نلقى لنا حاجه احسن من. طيب عيني يا ود امي. اي اي الخروف ده ما تبيعه كده. نحن نمشي ناخد لنا لفه كده كويس ونجي. لكن عاد بكرافيتا دي هنا عاد دخل في قلبي جوا كده. اتفضل يا استاذ اتفضل. شوف السوق. شوف السوق شوف السوق. اهو الخرفان قاعده في بطاقيه في بكرافيتا. اقول لك كلام يا استاذه. انا احنا عندنا يعني عندنا خرفان اوبشن. فول اوبشنز. الفول اوبشنز ده انا بشوف الخرفان ده يا استاذ. خرفان محسن ما داير غيره. بس المهم حسب بس انت احفظه حسب رغبتك. في بكيلو وفي بكيلوتين في بثلاثه كلاوي في بأربعة كلاوي.
خرفان محسنة. ادينا بيت الكلاوي يا اخينا، ادينا بيت الكلاوي. هاي تفضل انت شوف السوق وتعال. ايوه السوق، انا السوق اقعد على البلد. بس بس هذا قدامك. هذا ماله، هذا ماله كذا. مرحبا حباب الزباين، حباب الزباين، حباب كون عشرة. هو ده الزول هذا. مرحب. ابشر. مرحب. اسمعوا هذا مجاني من اليوم. هذا انا. هذا مجاني من اليوم. والله تستاهلوا. الله يخليك. وتستاهل عشرة مثله. والله من وشك ده انت زول صبوح والله. حبابك الف. والله من وشك ده زول خير. وانا ذاتي عليه طلاقي توسمت فيكم الخير. الله يخليك. وانتوا زباين ما بتنفاتوا. الله يخليك. ها؟ اها ده خروف بلدي. بلدي. اي بالحيل. اه من البلدي. اها اها اها. ده بكم يعني؟ ده ب650. 650؟ خير المعرض. الله خير المعرض بكرافتة. كيف؟ ده ب650؟ ايوه ده ب650 اجينا. وبلدي؟ وبلدي هاي؟ ولا يا اخوي ب650؟ ماكل شنو يا اخوي؟ ماكل الشوكولاته ده ولا حاجه زي دي؟ والله العظيم انت شو نخبرك؟ انت شو نخبرك باللي بياكلوا ولا ما بياكلوا؟ عارفه وجه كيف؟ ده كيف؟ ما عارفه وجه كيف؟ والله ما عارف انت اشرح لنا. الخرفان الخرفان دي كلها جبتها انا ماشي بكرعينه ذيل. بكرعينه ذيل. تعبانه؟ تعبانه شنو تاكلها؟ انت بتعرف البهايم شنو؟ انا بعرف. البهايم دي ماشي بكرعينه وبتاكل في القش، ماشي بكرعينه وبتاكل في القش. ما عشان كده، عشان كده. وتقول لي يا 650 شويه فوقه؟ يا اخينا. اها. بهايمك دي بتاكل في القش وماشي بالوطا؟ ايوه. ما داري انها 650 كثيره. ما بتعرف انت ذاتك للبهايم. كيف ما بعرف؟ والله انت مثلك ومثل المره دي. انا ده؟ اما احترام المره دي هي امسك لسانك عليك يا راجل. ما بتعرف من البهايم. لا انا اقول لك حاجه. انا احنا عندنا خرفان جايبيننا علينا في الشغل هناك وبالاقساط كمان. ايوه بالاقساط شنو؟ خرفان. انتوا ما بتعرفوا والله العظيم كان عرفتوا اللي بندفعه فوق الخروف ده وبياكل شنو؟ عليه طلاق شنو ب 900. ب 900 شيلو. 900؟ ليه يا اخوي؟ انتوا عارفين انا جاي من هناك بمر بكم محليه؟ بكم؟ بدفع الجبانه. كويس؟ الجبانه كله محليه بمر بها بدفع جبانتها. المحافظه اللي بمر بها بدفع جبانتها. ها؟ الولايه اللي بمر بها بدفع جبانتها. ها؟ دي كلها جبانات. دي كلها جبايات وجبانات. دي كلها جبانات؟ كلها جبانات هاي. ده غير الارض اللي هو بياكل فيها. الارض اللي هناك ضريبه مويتها براها. ضريبه الزكاه براها. الضريبة حقت الأرض براها، ضريبة البهايم براها. لا وده يعني ده كله ندفع هنا؟ أنا عارف. منو؟ نحن المساكين دين أنا اللي عندنا الماهية نصر ده كله نسدد إن إحنا. لكن ما بياكل صح، يعني عان الحياة دي بياكل صح، يعني جا من هناك مربى وفي طريق قاعد ياكل وهدانا رادم له السفير، كان قلت السفير أكلته، كان قلت القصب أكلته، كان قلت الخضار الأخضر أكلته، كان قلت أي شيء كذي أنا أكلته له. يا أخوي وده خروف. يا اخوي هي ب 650 ما دايرينه. لا 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 ما دايرينه. يا اخينا يا اخوي يا اخينا. هوي مرحب حبابك ابوي. هوي حبابك ابوي. عندي لك كلام واحد قدام الناس الواقفين هنا كلهم. اتفضل قول براحتك. اي عندي لك كلام واحد والناس الواقفين وسامعيننا واي حاجه. احنا في السوق واقفين وسامعيننا هندل بمزاج. نهايكم. والله يا والله عصرت عليه عصره. والله عصرت عليه عصره. بس على اخوي تدينا بعدين شويه. ادينا اخرك بس. ومننا طوال احنا ماشيين كم؟ انا نقصت لكم 50 نهاية. كم؟ هاي اسمعني هنا يا راجل. هاي ده شفتك انا اداني لي مجاني انا ما بشيله معايا البيت نهائي. بس انا دايره بكرافتة ده امشي ان شاء الله بكرافتة ارقص لك. ان شاء الله بغني لي. اسمع يا اخينا هاي بال 400 خليه يمرقوا لك. هيا 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 400 مش عمي. امشي غادي امشي امشي قبال ما صفقك. قلت لك الخروف امشي قبال ما صفقك. يعني من البيت ما بيبراني. سامع سامع الكلام ده ولا لا؟ سامع. 400 حسب ميزانيتك يا محمد. ما هي عارفه يكلموها كم مره يفهموها كم مره ما دايره تفهم. يا اخوي انا ما بفهم. انا دايره لي خروف مالي مركزه. داير تشتري لي خروف بكرافتة دي كان بها. ما داير تشتري لي اقول لك قوله. انا دي بمشي يا اخوي عيد مع اهلي وانت امشي عيد مع اهلك. دخل ابو سنامره كدي نتفرج كل زلمه يجي عليه اهله. اي ونحن معرسين بعض ليش ناس من الاول وكطست كل زول بيقعد مع اهله يا اخي. دخل ابو سنامره بتقول في ده يا اخي ده كلام غلط. بس المهم انا داير الخروف ذاك انت ما داير تجيبه ليا. يا انا خروف خروف يبقى مشكله يفرق بيناتنا عشان خروف يا اخي. ما 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 لكن انت ما داير تجيب لي الدور فجبته على مزاجي. خليني الدور تجيبه على مزاجي كمان. والله كويس كل زلمه مش بيتهم. اي
هسه اخر كلام عندك؟ اخره كل زلمه مش بيتهم. اي شاهد على الكلام ده؟ لا 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 يا اخوانا دقيقه يا اخي دقيقه يا اخي روقوا لي حبه يا اخي. ما معقول انا من الصباح هاي معاكم من سوق لمعرض لبتاع لجزاره لدلاله دارين تتشاكلوا وتتفرقوا عشان خروف يا اخوانا؟ يا اخوانا يا اخي حرام عليكم يا اخي. انا خدت لكم الحلول ووريتكم الحياه المفروض نعملها ونمشي وين ونجي من وين. انا خلوني يا اخوانا اسال الناس الواقفين ديل يا اخي. اسال الناس الواقفين ديل. ده خروف مكلف. ده خروف بياكل العالم يا اخوانا. منه خاص. ها؟ تعال كده تعال. انا اقول انا قصرت معاه بالقصد. بشتري بالكاش بشتري على قدر قدرتي بشتري اسوي لها ثاني. الكلام ده ما بيجي والله يا شديد. في مزاجك انت خروف يفرق بينك وبين زوجك؟ الكلام ده عيب شديد. عشرة 50 سنه ويجي خروف يفرق بينكم والاثنين؟ ما قدر ديت كمان. كيف ما قدر ده؟ معقول خروف يجي بيناتكم الاثنين يفترق بيناتكم يقطع؟ هي لكن اسوي شنو الدور الفجأة بلخ خروف هملان كديدة يا خلاص. يعني فضحني قدام الناس. انا دار لي خروف كده يكون مالي مركزه. هو ده مالي مركزه. الخروف ده مالي مركزه. اهو ده وده برضه مالي مركزه. شوفوا خروف ده مالي مركزه. طابعي زوجك غير طابعي منه. خروف يفرقكم لا انت يا استاذ بتفتكر انه خروفك ده احسن من الخروف المتعلم ده؟ ايوه اقول لك اقول لك فوش خروفي ده احسن من خروفك بالله. شيء شعبي بوبار بس بوبار. الخرفان ده كله واحد ما في فرق. ما عندهم قروش النازل حسب قروشه على حسب الاستطاعه. ما الاستطاعه عليه سبيله. فانا غايته كان ودي الشهر يعني زوجي كده الحي اللي بيقوله ماشي عشان الاطفال وتعيده بالاستطاعه. ما الاستطاعه عليه شنو سبيله. انت شوف الحي المناسبه تمشي معاه. اما مشيت معاه انت بتتعبي والله. انه سامع اخذ الريال بالقروش والله بصراحه كده. أيوة. اقول لك اما رتب ايجاب يجي واحده بيجي. يا استاذ. نعم. لو سمحت يا استاذ. إيه. قال لك تكلم يا عمنا. المره جاهزه والحي جاهزه ومشت معك عديله. مشت معك عديله. ايوه اعرس فيها. تعرف طوالي. اسمع يا عمنا. نعم. أيوة. هو انتوا ذاتكم يعني البهايم البلديه دين. ها الاسعار اللي بتقولوها دي يا اسعار ذاتها خرافيه يا اخي. البلديه عيب علي. البلديه عيب علي. البلديه فيها عيب. لا ما فيها. البهايم البلديه فيها عيب. لا ما فيها. يقول لي فيها عيب وما فيها عيب. ده كباش وده حمل. عشان هاي خروف عشان الناس. ده مربى في مزرعه. ده بياكل ده بياكل برسيم خاص. ده ربيناه ونحن هنا ربيناه عشانكم انتوا عشان دجعكم ده. لا نحن عندنا الخروف ده بياكل عيش صافي وقش صافي. أيوة. ولحمة أيوة. نظيفة وزكية. أيوة. ما فيها املاح ولا حاجة زي دي. الله يديك العافية. الله يديك العافية. أيوة. وعشان خاطر الناس ده خروفنا. ده خروف يستاهل. يستاهل ولا ما يستاهل؟ المك. أي. الزول ده اسمع راي تاني. أنا في شيء أقول له. أنا بدي له الراي راجل ولا حاجة. الراي ده ها. أهم شيء الزول حسب الاستطاعة. يعني الخروف ده يشتري حسب استطاعته. زول بدون استطاعته ما يشتري يا ماما والله. أصلا ماما الزول أهم شيء استطاعته. ما انه قضيب الجار ولا انه قضيب الحي الكبير ولا الحي المستطاعه بس. هل مستطيع يشتري؟ ما مستطيع ما في داعي يكلف نفسه ولا دخل نفسه في ديون والحسابات ما هي. ممكن ما ضحي يقول له. الاستطاعه واحده احسن يشتري الخروف البلدي ولا يشتري الخروف اصل الخروف صح البلدي. اها اصل البلدي اللي خروف يديك العافيه. البلدي يديك العافيه. اصل البلدي معروف سمح بالحيل لانه سني كويس. نسمع راي ثاني. ادعم العرف فوق. اي والله يا اخي انا بقول الاخت اول حاجه جد يعني الخروف ده خروف مناسب وانت مره عندك اولاد يا اخي والرجل ده رجل بتاع مرتب. اول حاجه المرتب ده يحوق وين؟ بكره الصباح تكون داري شوف شوف داري توب داري هناي وي داري اللبن. فجد اب كرفتة افتكر ده كلام فارغ ساي كرفتة. واذا كان لابس طاقيه او نظارات معناته بكره الصباح هينتهي وحيقابلك انت الفريق. بعدين اخونا محمد ده مستعد تحت اي لحظه يلقى واحد يشتري بالدولار. بالدولار ممكن يشتري بالدولار. وانت حتكوني وين؟ انت حتمشي وين؟ والله حتمشي بين نسبوك. الدولار ده اللي يجيبه يا اخوي. والدموع اللي لسه البيرن دي حييرن بكره. السلام عليكم. نسمع راي ثاني. تكلم تعال. كرت بايام يسلموا بيا. طيب بسم الله الحمد لله. طبعا يا جماعه هو طبعا في المساء بيقول لك الحج بالاستطاعه. واخونا طبعا زي ما قالوا عنده 500 جنيه. وخروف هاي الحج بالاستطاعه ولا الحج بالاستطاعه. ايوه الضحيه طبعا يا جماعه. يعني ما الانسان لو اساسا ما عنده ما بيقدر يعني كل انسان بحسب يستطيع.
عشان كده يعني مميزاته انه ده بكرافيته وغير كرافيته دي ما حاجز بتاع ناس يعني بيفرقوا. يعني انا يمكن اضحي بخروف يعني اقل من كده وهو ماشي وشغله ذاته اجره ذاته ماشي على ده. لكن ما يمكن اقوم مميزات دي كرافيته وده جاي متعلم. ما في خروف حاجه اسمها كرافيته ولا غير كرافيته. هو عليك الله مثل ما كلمتك. اها على الخروف ده اول حاجه تطبحه بسرعه بالحيل عشان ما يعني يتحرك ويتعلم وكدي عليه راسي ده، وسكينك تكون سنينه. هزول ها هاي هزول هاي جاي سكيني ساي. انا والله سكين سمحه، سكين حره، سكين حره، سكين حره والله، سكين سمحه خلاص. بس انا ما بريد والله البهيمه تتعذب. ما بتتعذب اهم حاجه عندي والله. لا 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 ما عندك عوية تب ما عليك الله. وقلت لي تسلخ هاي السلخ. اها عليك الله ما تعصر على اللحم، الجلد كله يشيل اللحم معاه، خلي الجلد رهيب عليك الله. هذول الضبيحه اللي انا ضبحتها شويه هاي، الضبيحه اللي انا ضبحتها هاي. جيب جيب الفرار، انت ما عندك تجربه. جيب الفرار هيا، ما عندك تجربه والله، انت ماك ساهل. هاي انا ذاتي ما اخترتك ساي. هاي انا اخترتك لانه انت عندك خبره. كتر خيرك وبارك الله فيك والله. وانا ما بقصر معاك. ما لا انا ذاتي ما بقصر معاك. ما بقصر معاك، وحاط الله لحم زاكت الدقلا ما في، اصلا ما بقصر معاك. طب كيفين الكلام ده؟ بدك قروش؟ ها؟ بدك قروش؟ لا يعني بدك حقك؟ لا يعني فوق لي قروش يعني النجرة، النجرة حقت الطباح بدك ليها. الا بحاط الله لحم ما بدك ليه. انا امرك ساكت كذي كيري يا اخوانا. تمرك كيري والله، تمرك كيري، تمرك مخطوم انا والله. ما يا حمد عين يا اخوي، الضبح ده اول ما يطبخ كذي خلوه يا اخوي اللحمه اللي بنقسمها للناس يمرق لنا بجنبه في الاول. نحن عشان نقسم لحمه؟ كيف ما دارين نقسم؟ نقسم شنا هي ما قالوا تيتو قسموها والدمين دي الناس المحتاجين معانا. انت زمان اختي هسه ما في زول فقير، وحاط اسم الله الحلة دي كلهم ضابحين، ما في زول مضابح. هيا جي يا ولد امي، ما لازم نقسم منه الخروف ده. ها يا مرا الضابح ما بنديه، هو زول ضابح. امشي اودي لكم عليك الله، اودي لك ويم كويم اقول له هاك، وهو ضابح لا خروف يسوي شنو؟ يا اخوانا دي عادات صايمه عندها هنا. المهم يا اخوي خليه يسوي لنا مرق لنا الحاجات دي، وبعد ذاك اشوف اللي بيسوي شنو. والله انا مالك في الخروف اللي بتقسمه، انا في حقي انا سمح اديني والله لا اديني طمح الله ضالفين الله ضالفين وديني الراس. مالك هذا البيت حسبا؟ اديك النظافين والراس؟ ها فيها شنو؟ والفطر شنو؟ تعرف الفطر شنو؟ اخوانا تشيل الكوارع؟ ها عاد في زول بدي الراس؟ الراس ده ما اهم حاجه، الراس ده ما القايد، الدليل حسن انت تتكلم كيفين؟ انت محمد ما قلت له يا اخي انا انا ما بديك ولا لحمه، سمع حديني النظافين والراس. هوي انا حاط له جلد ما بديك له، داير اسوي فروه. الجلد؟ هاي داير اسوي فروه. الجلد ما بديك له. اخوانا داير اسوي فروه. والله ضالفين بسوي كوارع ولحم الراس ده رز لحم ازل. انت ما سمعت بالباسم؟ هيا الجلد ده، الجلد ده هاي الجلد ده عليك الله. اكله اكله يا راجل. انت دار تاكل الراس ودار تاكل الكرعين ده، دار تاكله الجلد ذاته باكله. الجلد ذاته انا باكله والله. في شايفاك دي انت فجعان خلاص، دار تاكل الخروف ده كله، ما دار تفضل منه شيء. همرة كويس، احنا قاعدين ناكل لحم بتين. هي لكن يا ود امي انت عندك القاوة الدار تاكل اللحم ده كله في يوم واحد كده؟ اكله في يوم واحد. انا صرت اغذية عندي انيم يا اخوانا، دم ما فيني. عليك الله شفيني ضعيف كيفين؟ ها ما في غذاء، الغذاء ده انا برجع من سنه لسنه. عليك الله ما اسوي. لكن يا ود امي انت تاكل اكل السوسه والعافيه المدسوسه، لكن ده مش وين بتاكله يا راجل انت؟ ما عشان ما في اكل، ما عشان من سنه لسنه. المهم شوف داير اقول لك حاجه، انت داير تاكل الليله، انا مش بس بظبط لك فتره كاربه كويس، لكن وصيتي لك تبلع الحبه حقت القهوه تسه، وبعد ما تاكل تبلع الحبه الثانيه كويس، وبعدين لما تيجي ترتاح تبلع الحبه الثالثه. سامع كلامك؟ لا عليك علي، ابلع لك حبه زياده عشانك انت اصلا ما عندي مشكله. اي بارك الله فيك. قصرت معاك انا الليله يا اخوي يوم العيد، داير استمتع بالخروف ده، ما داير امشي للمستشفيات وازاير فيها. سامع الكلام ده ولا لا؟ والله داير استمتع بالاكل خلاص. انا بصراحه كده انا الشيء ده بتعجبني لك علي السلال، اضبط لك شيء عليك الله بهناك. الاهم من الشيء عليك الله تجيب الشطه الخضراء وتعمل معاه دكوه ومعاه الشطه الخضراء تقطعيها صغيره صغيره سمح، والبصل الابيض سمح، وتعصري فيها الليمونه واللتي اللتي 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 ده اهم حاجه، اهم شيء. حاضر. عشان مع الليمونه اللتي مع الليمونه
بعمل لا لا ما انت لا هي لكن ما جريت انا قبل جريت انت مع بالليمون بدون ازعلك قبلك سامع قلت عندك قبلك قلت سامع عندك فقر دم عندك فقر دم بدون استاذنك استاذن الدم اللي بيمرق من الخروف دار اخوتي يدي فيه وكذي ولصق على الحيطه ممكن لا 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 لك الله ما تبذر لنا الدم الخروف عليك الله تبذر ده اسراف يا اخي ما تبذر نحن الخروف ده عليك الله نحن رجال من سنه لسنه عليك الله ما بنلعب فيه يا اخي يا اخو خلاص انا مش هسوي لكم الفطور وجيه فطر شنو بسوينا هاي بعد الزل نطلع نمرق هاي اي ما جهز الشطوط اي جهز الشطوط اي الشطوط والبصل وال الشطوط اي جهزيها سمع دار اقول لك اي ها يعني كلام سير بيني وبينك اي بيني وبينك الحمد لله المره اللي فاتت اي يعني ممكن افطر معاكم خلينا تفطر وين تفطر شنو هو عليك الله خريف ها خريف خريف نحن رجعوا من سنه لسنه خريف خريف دار اقول لك كلام اخوي اها دار اقول لك كلام اها زي ما وصيتك الجلد عليك الله ما يمشي فيه لحم كثير اول حاجه دار اقول لك حاجه انا الفطور معاك ما دايره هاي. علك المدخريف دي معناتها فيها نقصان قروش لا لا ما فيها نقصان قروش اه خروفك ده ما هين ما بقصر معاك خروفك ده ما هين من ناحيه قروش انا ما بقصر معاك انا من ناحيه قروش ما بقصر معاك واللحم عليك الله هلا بعدينك يعني السمبرك الزينت اهم حاجه السمبريك ها اهم شيء السمبريك عليك الله والزينت والضرب بعدين لا لا الضرب عليك لا حول ده الخروف ذاته ده الخروف هو ذاته الخروف شنو عليك الخروف ما ضرب يا اخي انت بتتكلم كيف الضرب اهم حاجه ما بيك همك شقي طب شنو يا اخي ده بحر سخن النار بيرفع الحاجات كلها بشيء الزول هاي بخلي الزول فرحان وبتجون فرحانه كذا وبكون مبسوط وبكون متكيف وبكون مرتاح نفسيا كذا انا برتاح والله انا نفسيا كده برتاح انا والله كنت اشوف خروف واشوف لي شيء واشوف لحم واشوف في علالة مارقه كده والله ده منظر ودي ريحه ازلها قلت لك ان شاء الله ثالثه العيد نلقاك سمين بركه الله والرسول عرفت قال لي سمين قلت لك عليك الله اخوي الاسم شنو ده الخروف اها عليك الله هلا الكرعين الورانيات ديل اي بالراحه بالراحه عليك الله ما تضويز لانه ديل اهم شيء عشان ديل الشيء انا بسوي بين الشيء وعليك الله الزند الزند ده اهم حاجه في الخروف سمح وعليك الله الضلع الضلع دي والله مهمه شديد لانه قالوا خير اللحم ما جاء ورا العظمي ده اهم حاجه عشان الزول عليك الله يقدر معناته كتر خيرك والله ها كتر خيرك والله معناته الكمونيه ما دايره لا لا ما دايره شنو هذا انت تتكلم كيف والبطعم الخشم شنو البطعم الخشم ده شنو هذا اللي بيفتح النفس شنو الشهيه دي بجيبها من وين ما من فتفت تحلف فيها الليمونه كده تحلف فيها الشطه وده لما الحاجات كلها الشطوط المطاطيق انا والله بريد المطاطيق والشطوط البارده كده زول كان ما عمل كده لكن ده استمتع بيك ابن كان ما دمعتك دي نزلت وعريقتك كده شو لكن ده تستمتع بيك ابن الكلام ده نحن من سنه لاذن اجينا الكلام ده نحن ما عندنا كل يوم عشان كده انا لازم ابقى حريص لازم اخواننا والله فاق التغذيه والله العظيم عليك فاق التغذيه هاي فاق التغذيه الليله ان شاء الله بتتغذى انا اقول لك حاجه انا بطبخ لك وقروش منك ما دايره وجلد ما دايره وكمونيه ما دايره ولحم ما دايره وكتر خيرك وبارك الله فيك الا بطبخ لك الكوارع اهم حاجه بديك ليه هاي الجلد بديك ليه هاي 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 ما تمش الدم ده ذاته جيب لك قزاز اشيله هاي. جدا يا سلام يا اخي وعليك الله الضحيه دي احنا بنرجع من سنه لسنه يا اخي الشيء ده احنا قاعدين نشوفه يا اخي ما بس من عين فيها كده شايف البدرينات نعاين فيها نتفرج فيها كده هي فيها كم عليك الله اللحمه سهله كمان نضح لنا خروف ما نستمتع به تكلم شنو ده يا حليلك ازيك كيف حالك ان شاء الله طيبه بشوفك في الشاشه عندك عندك نية عندك نية بسم الله شيء هاي عندي شيء ما شاء الله نية نظره شيء هاي كيف تمام ازيك كيف الحال اسمعني هاك الريموت ده دي جارتنا الا ما عندنا لحم نحن لا الارجي جاي لك ولا شربوت وجي هاي الشربوت وجي كويس هاي عليك الله جهز الشربوت الحمد لله هاي الفياد ما يجينا بجيكم هاي انتوا محل بجيكم بجيكم خلاص اودوه لكن بعد العيد لان الناس شبعانين اكلنا اللحم 200 اللحم اكلته هذول اكلنا اللحم وشبعنا التب والله يلا مع السلامه الله يسلمك تسلمي يما لكن بس ما عندنا ذيك لحم معليش يا سلام بعد الواحد يتفرج في التلفزيون بمزاج بعد ما اكل وشبع يا سلام يا سلام على الشيء يا سلام على اللحمه يا سلام انا اقول للمره باقي اللحم ده حمريه يا سلام يا سلام عليك الله مفتفت ما تكملوها والله الناس دي الجنه وانا مفتفت يا مره مفتفت ما تكملوها سامح حاضر ولدتي اهم حاجه ولدتي هاي ما اكلت منه هسه انت كمان والمطاطيق والشطوط والبصل والحاجات دي والدكوه عليك الله ما تكملوها باقي انتم حاقين انا اتفرج في التلفزيون
وعزيزي المشاهد نحن يعني مع تباريكنا للعيد ومع امنياتنا لكم بصحة وعافية مع لحمة العيد، لكن برضو يا اخواننا ما تنسوا الكلام اللي كنا بنقوله من قبل عن انه اللحمة الكثيرة ممكن تعمل مشاكل. ما بتعمل اي مشاكل يا اخواننا، ده شنو يا اخي بتعمل مشاكل ولا حاجة عليك الله يا اخي، ما في تغيير قصده كله ما فتح حتى يا اخي انه غير الغنى. عزيزنا المشاهد، ثبت علميا انه تناول اكثر من كيلو لحمة في اليوم ممكن يفغر الأسرة. يا أخي عليك الله كيف يا أخي، ونحن الكيلو ده قاعدين نلقاه عشان ناكله يا أخي، وعليك الله أكله مرة في السنة، دار تحرمنا له، أنا زاد ما في غيره ولا شنو الفنادق كلها بس، ما تاكلوا اللحمة ما تاكلوا اللحمة، دي اللحمة وين زاد عليك الله يا أخي، اللحمة وين يا أخي؟ بعدين يا أخواننا الحيوانات دي البهايم يعني بدون مؤاخذة، لو ما أكلتها نظيفة ممكن فعلا تعمل لك مشاكل، والكلام ده نحن بنقوله خصوصا للناس القاوت. ناس القاوت لانهم يا اخواننا يعني محرومين من اللحمه، بالتالي هم بياكلوا لحمه كثيره في العيد. انا بتمنى لهم يعني عشان انا عندي قاوت، عشان انا عندي قاوت يعني ما اكل يا اخي التلفزيون ده ذاته ما داير قفلته، بس ما انه ده يا اخي كل ما غير القناه يجيب لي قناه ثانيه يا اخي، يعني ما اكل انا شنو تطبخ وتشوي وانا اقنب عيلين يا اخي، الكلام ده ما بيجي يا اخي. يا محمد، يا محمد عين، كيف تمام؟ اسمعني الحمد لله. كيف؟ هاي زين قاعد اظبط في موضوع الشربوت، الريحة بالشمار بقى عندكم؟ هاي شمار في بهارات عندنا لكن ما تكثر سمح هاي في خلاص ادي وحبة ما تدي كثير خلاص هاي رسلوا لي مع شوفها في البيت هاي على الله الشربوت ها الشربوت جاهز بجاي فيه خلاص هاي جيبوا لانه ظهر هضم اهضم عشان اكل ثاني لحم وثاني اشرب شربوت اهضم عشان ثاني اكل الليلة بطني ورروك بطني الكرعين خلاص ماتن الكرعين ماتن كذا نشوف التلفزيون فوق. عزيزي المواطن نحن في عيد الضحية بنحاول قدر الإمكان نرسل رسائل تكون ذات فايدة لك ولخروفك، بالتالي عزيزي المشاهد نحن نتوقع منك انك تتعامل مع الخروف بعلمية وتتعامل مع الخروف بتاعك بشوية يعني اشفق على روحك، اذا انت بتشفق على نفسك اشفق على روحك. القناة دي من قبل انا ماشي وجاي بتجيب لك الزود ده ما له افصل عضو بره كله ما افتح غناء هاي كله ما افتح غناء وزود زود جاب له وجع البطن فكر عليه يا اخي كده علي لي صوت علي لي صوت علي لي صوت احمد كثير علي لي صوت انا صعبون شنو علي لي يعني اذا انت بتقطع الكلاوي وبتقطع المصارين وتعمل الكمونية وما تخلي من البهيمة حاجة حقه تفكر في نفسك برضو، لأنه يا بني آدم البهيمة دي بتحس وتشعر. ناهد كيف؟ مالك يا أخوي ماسك بطنك؟ بطني مالك بطنك واجعاك؟ وكرعي ما شايلاتني. أنت يا أخوي بلعت الحبة اللي قلتها لك ولا ما بلعتها؟ أنا بلعت حبة قبالة الأكل. يا ناهد يا محمد قاوت شنو وحبة شنو وكلام التلفزيون الفارغ ده شنو؟ أنا علبية شربوت في البيت ما جاي أهجيها جد ما قلت لك جيبه لي النهضم أجيب لك جك كبير بتاع شربوت تشربه تهضم كلام زول الفارغ اللي بيقولوا ده أسمعوه سهل لكن ما اشتغلوا به ما اشتغل يا أخوي شربوت شربت قلت لك بقيتنا في الحوادث ولا شنو يا أخوي؟ حوادث شنو؟ يقول لك بطنه واجعة وده تديمها بالشربوت تعال تعال يا ناهد ناهد تعال تعال أوريك ونعمل حساب الرسالات يا أخواننا نعمل حساب الرسالات لأنه الكميات بتاعة الخبايز واللحوم مع بعض المعدة ما بتقدر عليها فبتقوم المعدة تعمل يعني عملية بتاع التخلص من كل الفائدة انا قفلت لكن ابغى يتقفل لي ابغى يتقفل لي الو الو السلام عليكم التلفزيون القناة الوهمية معانا متحدث معانا متحدث أيوة نعم. كيف الحال؟ ايوه ما اسمك وعنوانك لو سمحت يا اخي كرهتونا يا اخي يا اخي عذبتونا يا اخي معك مواطن يا اخي شنو والهضم والناس والاكل والضحيه يا اخي الضحيه دي في السنه مره يا اخي في شنو يا مواطن يا اخي ما تكرهونا يا اخي تقعد تقول لك كلام فارغ زي ده يا اخي لا والحصل شنو ها يا مواطن حناكل اللحم حناكل اللحم يا زول هي لا نحن بنقول الكلام ده يا مواطن يا مواطننا العزيز يعني حمايه لك وحمايه لاسرتك يا زول اقول لك حاجه كلامك ده خارج معنا احنا بنمشي كلام في راسنا اقفل الخط شكرا شكرا جزيلا معروف الرواده في السنه عليك الله يا اخي برضه دارين يحرمونا له يا اخي هاي لكن يا ود امتك وقدر ده وكل على قدر بطنك يا اخي اشترينا يلا يلا يا اخي ما نستمتع به نستمتع به اي شيء لكن يا اخواننا الكلام ده ما صح منك انت الكلام بتاع الراجل ده هو الصح بالمناسبه تاكل حبه حبه وتشرب حبه حبه قال لك ده رايح منك وين؟ اسا كور عايزه بس جبت لك الشربوت وديته هناك حطيته في الثلاجه بارد ساقط الكلام الفارغ اللي بيتقال في التلفزيون ده اي انا اشتغل به دقيقه انتظروني بجيكم نسع اجيب الريموت اجيب الريموت بجيكم نسع
يا اخي الراجل ده ما حصل ليش كثير من المشاهدين يا اخواننا بيشكوا من انه احنا دائما دائما بنرسل نفس الرسائل الصحيه مع كل عيد، لكن عاوزين ناكد على انه الرسائل الصحيه اللي بنرسلها مع كل عيد يا اخواننا ان احنا بنرسلها عشان سعادتكم وعشان طيب. صحتكم. نغير الغناء يا اخوي ما تكفي لنا الغناء ذاته طيب. جاب لنا غناء ثانيه. طيب المواطن الكريم نحن من هنا بنهنيك وبنتمنى لك عيد سعيد، بس يبقى العادات السيئه اللي اكتسبناها نحن خلال تاريخنا وتعاملنا مع اللحم الحمراء يا اخوي كده خلينا نشوف الراجل ده اللي حصل ليش نلحقه ما يكون وجع كمان عندي والله بطني ها بطني ما شربت من الشربوت؟ شربت جبته لك في الثلاجه الصادق والله تقول الشربوت زاد علي زياده نمشي المستشفى يا اخوي المشكله قرعي حاسبين متورمات لا 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 يا اخي اما تورم الارجل وزياده الوزن فدي مظاهر من مظاهر القاوت احنا بننصح كل الناس المرضانين بالقاوت انهم يتناولوا حبوبهم بانتظام اتناولتها يا اخي اتناولتها يا اخي بلعت اربع خمس بات يا اخي بلعتين بلعت يا اخي بلعت اكسر ولا سوي يغلق لي بالغنص طيب اما الناس اللي بيصابوا بالديسنتاريا في اعياد الضحيه ففي الغالب بيكون الاسباب شطه ما بسكت ما بسكت لانه الشطه يا اخواننا بتحتوي على مواد حاره جدا جدا مواد ما بتستحمل المعدة ما بتفتح النفس الشطة دي بتفتح النفس يا أخي أي لكن يا بني آدم الشطة دي ما طوالي ما طوالي يا أخي بتفتح النفس يا أخي الشطة دي يا أخي ما طوالي حبة حبة حتى الشطة حتة لحمة يا أخي حاجة عجيبة جدا كلام صح هاي أرجع مرقته من طوره مرقته من طوره النقلي والغنى هاي ما تطلع لنا ثاني طيب قلبنا الغنى دي اما يا اخواننا الشربوتات والعصاير اللي بيعملوها اخواننا وبيعملوها احبائنا يعني في الغرة وفي المداين وكده هي قد تساعد في الهضم صح قد تساعد في الهضم لكن برضو احنا نعمل حسابنا لانه مرات كثيره جدا جدا يا اخواننا بتكون في مشاكل في الخلطه ذاتها الخلطه يعني الواحد اخواننا خلاص تعبتها مستشفى ودوني المستشفى اي حسن بعد الحقني ودينا قال المستشفى يا في متابع زول ده يا اخي حسن انا تعبت خلاص ودوني المستشفى انا بنصح انه الخلطه تكون خلطه محسوبه يعني تكون عارف انت عملت بلح قدر شنو او عملت زبادي قدر شنو وكبيت سفن اب قدر شنو لانه نقلب الغنى دي طيب يا اخي خلاص يعني كلامه ده ان احنا نبطل الاكل ولا كيف يا اخي ده كرهنا يا اخي هلا كرهنا جدا على اي حاجه متكلم في الشربوت يتكلم في اللحم يتكلم في الدهن يتكلم في الشحم يتكلم في الفحم وما كمل ما خلى لنا فحم يا بناكل لحمه محمره وناكل أيوة. لحمه شيء ناكل فتفت ونقب الشطه ونقوم عصر الليمون والله العجب كلها يا اخوان بس كثر عليكم بعدين يا اخوان الكوليسترول الكوليسترول ده يا اخواننا ماده جيلاتينيه ممكن تعوج البني ادم يعني ممكن تشله عديل كده عشان كده انا بكون عريضين يا اخوي انت ذاتك ما عوضتنا يا اخي ارجع يا والله اقول لك يا ما تجينا برا يا اخي يعني احنا قاعدين نجيك هنا ده ما تجينا يا اخي انا خليه هنا اسمعني يا حسن حابين نشكر اسمعني انت ذاتك يا اخوي يا اخوي اسمعني انت ذاتك عارفين انه كلامك صح وعارفين انه الزول ده مفترض ما ياكل قدر ده وما يشرب حاجات كثيره والله رايكم شنو يا اخواننا عليك الله عين الركب دي ارجع عين الركب دي سوسته عين الركب دي هي هي يا عين يا بتاعي بشركه برجع يا اخي ارجع يا اخ مالك يا اخ يا اخ ما تحترم نفسك يا اخ يا احنا قاعدين نجيوه تلفزيونك ده قاعدين نجيك هنا تجينا في بيتنا لا يا اخ بعد ما بقيت قاعدين في بيتنا ده يدخل لنا جوا بيتنا ارجع ممكن الشاشه ايش شاشتك دي المشاهد الكريم نتمنى لك عيد سعيد وان شاء الله السنه الجايه نشوفكم طيبين شكرا جزيلا انت خليت تعيش هزعل النازل هزعل النازل عليك الله هزعل النازل قال مشاهد كريم قال معنا مشاركه الو معاي منو؟ ايوه معانا مشاركه من برا، نعم كنا بنتكلم عن الكوليسترول وارتفاع الدهون في الدم واسباب المساله دي، صح؟ يا اخي عليك الكلام غير ده خلي الناس هذه قاعده اساله 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 شايف نزل ما ياخذ معانا مشاركه اها معاك مشاركه ايوه هاي تفضل مثلا يعني الاستاذ ده طلع في التلفزيون برا وتكلم لنا عن الكوليسترول ماده هي ماده خضراء ماده هي مديه الى شلل او عرفتنا بأن الدهون هي اللي بتدي إلى الشلل. ما دايرين ناكل اللحم يا أخي. ألو ألو ألو. لا 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 ألو ألو معك. صوتك شوية صوتك شوية. ألو ألو معك. في التلفزيون عندك ده. لا لا لا. أرفع صوتك شوية أرفع صوتك شوية. أيوة أيوة اللحوم الحمراء هي اللحوم المفيدة لجسم الإنسان والدهون هي الدهون التي عرفناها كلنا بتدي إلى شلل أو مرض في تصلب الشرايين.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاركه ثانيه. مشاركه ثانيه. مشاركه ثانيه. ايوه ايوه. كنترول معانا. كنترول معاك. كنترول معاك. فطبعا زي ما بيقولوا انه كما وصيت يعني في انك في الاذاعه ولا عبر الاجهزه الاعلاميه قلت ان الزول اللي عنده قاوت دائما بيزيد له اللحمه. فانا اتمنى ونوح كل الذابحين من الناس يعني ممكن يعني يتلاحم مع جيرانه عادي جدا يعني كسودانيين كطبيعتنا انه الناس بتبادر اللحم حتى لو دي ضبح ولا ما ضبح يعني عادي جدا كجود وكرم كاهلنا السودانيين. لكن ما كلهم ضابحين. كلهم ضابحين صح؟ نشكر. على حسب رايك يعني في ما كلهم قد يكون ما كلهم يعني. ايوه. هذا الاسر ما بيذبح يعني. والله جدا. يعني احنا غايته في حلتنا لنا مش لنا حله ثانيه. جميل جدا لكن انا اتمناك يعني حتى ولو تكرمهم كضيوف. نشوف مشاركه ثانيه. نشوف مشاركه. شكرا جزيلا. نشوف مشاركه ثانيه. بالله يا اخي. اي. ممكن ترفع صوتك يا اخونا المتصل. يعني اللحوم اللحوم في الضحيه طبعا الناس اي زول يكون عنده مرض ولا عنده قاوت او مصران ولا حاجه يمكن يتناول العلاج والله يشوف حبوبه قبل ما يجي يجي عليه اللحمه وتاثر عليه باي شيء. انتهى لك من اي حاجه. فيت ما انت خلي شرفتك دي. خلي شرفتك دي. حضرتك بيتكلم مع الكنترول. الشطوط. حاضر. والدهون طبعا هي بتاثر تاثر يعني الواحد من بدري يمكن يتناول حبوب بتاعت المصران حبوب بتاعت قاوت حبوب بتاعت كده. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للمشاركه. هل مشاركه ثانيه في متصل هاي في مشاركه ثانيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ صوتك شويه لو سمحت. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ كيف احوالك؟ يديك العافيه الله طويل في عمرك. احنا موضوعنا الليله العادات الصحيه السيئه. سيئه؟ السيئه اصلا. أيوه. الضحيه دي من ربنا الهامة لو كان فيها مرض ما كان ربنا ده نزلها ضحية. بالله كلمه صح. نعم. انصر دينك. صح. كلمه بالله. الضحية يا اخواننا. نعم. اصبر كمان. الضحية يعني نعمة. يعني حتى لو ونحن عاوزين النعمة دي ما تضرنا. ايوه نعمة تضرك حتى لو كان عندك قاوت الدكتور مانعك من تاكل اللحوم الحمراء. ايوه. اصلا اللحوم الحمراء دي بيجيك مرة في العيد. هي طوال في طول الزمن بتاكل فيها لكن لحوم العيد ما بتضرك. ليه؟ لانه منفخه من السماء. فده بكبش عظيم. يلا يا ابراهيم. أيوة. يا سلام. معاك في جنو؟ ايوه معاك. لكن كونك تقول لي يا اخي بتضر الله. أيوة. يعلم لكن اغلبيه اللحوم الغالي احتمال تضر لكن اما لحوم العيد الله يعلم تضر. ما بتضر فيها البركه. ايوه العيد ما تضر. مبروكه لانها مبروكه. ايوه من زمن الانبياء والصالحين وكان سيدنا ابراهيم. شطه العيد برضه ما بتضر؟ والله يعلم. شطه العيد. شطه العيد ما بتضر؟ بتضر بتضر الشطه. بتضر الشطه ما بتضر بتفتح الناس. ها؟ تفتح عينك لكن بتضر. شطة العيد برضه. برضه شطة العيد بتضر. بتضر ما بتضر. ما بتضر. لكن الاعتدال في كل شيء مهم عند اي شخص. الاعتدال نعم مهم في كل شيء. الانسان كمان بعدين ما يقوم يلقى اللحمه دي ويلقاها حلوه ويسرف فيها للنهايه. حلوه اصلا. لا لا ما تسرف. بس انا قلت لك شيء معاه بصل كده ومعاه شطه وليمون دق ومعاه شطه خضراء عزيز. يلا انت ما تتبع. يلا عين. انت ما تتبع نفسك ساي تاكل 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 بعد تصير لك ازمه. يعني احد نفسيه حرمه اعمل حساب ركبك. لا لا انت عندها محل معين. ما هي باكل باكل شويه وثاني باكل كل ساعه باكل. شكرا جزيلا. نشوف مشاركه ثانيه معايا. كنترول. كنترول هاي معاك. نشوف مشاركه ثانيه. كنترول هاي هذا معاك. هذا معاك كنترول في الشارع. مرحبا له. معك منو؟ معك الاستاذ. صوتك شويه يا استاذ. مرحب بك والله. الله يبارك فيك. الحمد لله والله. اتفضل. والله نتكلم عن اللحوم واضحيه وفديناه بذبح كريم يعني. الحمد لله. ولا تسبب اي الا اذا اسرف الانسان في اكل اللحوم بصوره كثيره يعني. الا اذا شنو؟ الا اذا اسرف الانسان في هذه اللحوم بصوره كثيره. ونحن كلامنا مع المسرفين. والمسرفين يجب ان يقللوا من اكل كثير من اللحوم هذه. يعني يتحرموا من النعمه؟ لا ما يتحرموا من هذه النعمه، ياخذ شيء قليل ويقسم جزء منها للجيران والجزء الثاني. والجيران كلهم ضابحين؟ لا برضه بعد ذلك يوزع جزء لشنو للجيران يعني. حتى زول الضابح نديه؟ حتى زول الضابح بالرغم انه بالرغم انه ذاته بوزع يعني. والناس اللي عندهم مشاكل صحيه؟ الناس اللي عندهم مشاكل صحيه ياخذوا جزء قليل يعني ما ياخذوا صوره صورة أكبر يعني. أيوة. ويقلل من الشطوط يعني. يقلل من الشطوط. نعم. شكرا شكرا لمشاركتك. تسلم تسلم. كنترول. كنترول. شكرا لمشاركة ترى كنترول. كنترول هاي معاك. أيوة. في الشارع يعني ناس ماشيين تعالوا جاي تعالوا جاي ما شاركوا قبل. كنترول. كنترول. ألو. هاي. ألو كنترول. نسمع. هاي كنترول معاك لقيت مواطن هاي. ألو. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا والله اللحوم في الضحية يعني بالمناسبة لو أكلتها 70% ما بتأثر بحاجة. صوتك صوتك شوية. ما بتأثر بحاجة يا سيدي اللحوم. أيوة في الضحية. أيوة يا سيدي يعني أسعى يعني في غير الضحية النفر لو أكل كيلو بيأثر معه ولو أكلت 2 كيلو أسنى ما بتأثر معك. أيوة يا سيدي. بعدين الشطوط دي بيدكوة حلوة جميلة جدا جدا.
الشطه بدكوا حلوه بدكوا معلي طعمه طعمه يا سلام عليك اهو اهو ده معي ما بتعمل حاجه يعني نحن والله ان شاء الله بنقول ما بتعمل حاجه في اللحوم وربنا يعني بسخر لكم الضحيه والضحيه دي حلوه جدا جدا Shiba, deep up, bubble up, deep up, Shiba, deep up, bubble up, deep up, Shiba.